لو ما كان في حدا غيرك ناطر كنت انا اخدتك. رح تعرفي توصل على بيتك؟ لو برمت الدنيا كلها ما رح تلاقي احلى من هون. اكيد يسلم للمدفي انا. استاذ كمال وصلنا تهديد وفي تلميح انك انت المستهدف. اجواء الصفقات مؤخرا ما بتبشر ابدا بالخير، وحضرتك عم تزيد العيار بالمقالات اللي عم تكتبها. الجماعه زنزرك يا استاذ كمال ممكن يستهدفوك، وانا مش رح اسمح ابدا انك تستهتر بحياتك. انت بدك كل شيء يصير على ذوقك. منك مستعد تدفع ولا قرش زياده. شاطر بس تدكهم بالقصبه. لعنة. أقعد جرجان ومهدي فخر الدين، يا أهلا وسهلا فيكم ببتحلى الحياة. كنا عم نتابع سوا البلاير وأنتم نقيضين بالمسلسل، رجل المافيا ورجل الأمن، مين رح ينتصر بالآخر؟ دغري هيك من الآخر. دائما الخير بينتصر، يعني تتوقع الشر ينتصر إذا هو عم يمثل الشر وأنا الخير. هلا لو كان شيء مسلسل أجنبي بيطلع بالآخر الشر ينتصر مثلا، بتعرفي. اها هالقد ما في امل بالمسلسل، او بالعكس بيعكسوا الحقيقه الاعمال الاجنبيه. بتصير عاده بالنهايه، انه بالاخر شفنا عده اعمال انه بالنهايه الشر انه بغطوا لك الفيلم والشر بيكون منتصر. بس يعني مهدي بحكم دوره بالمسلسل ما بيقدر يقول الا هيك. اكيد اكيد يعني، بس انه ما بنعرف يعني. انت شايف انه الخير رح يربح والشر رح ينتصر. هلا اذا بدنا نحكي عن المسلسل بالذات، دائما المسلسلات اخر شيء الخير بده ينتصر. هلا نحن بالنهايه كمان ما بدنا نحن نحكم، خلي المشاهدين هن يقولوا. ونحن ما بدنا نستهون بقدراتك مهدي خلال المسلسل. شو رايك خلينا متكلين عليك وعلى رجال الامن. خلص البلاير بالعمى، طيب نحن لازم نقول هالكلمه. هجاوب كثير دورك شرير بالمسلسل، واغلبيه اعمالك بنشوفك عصابه، رجل عصابه. هل الكتاب لما بيكتبوا دغري هيك بيستهونوا لما بيقدموا لك النص بهالكادر؟ ليك تكون صريح معك، انا ببداياتي لما عملت دور الشر بالاواخر ال 99 مع استاذ شكري انيس فخوري بمسلسل غدا يوم اخر، فبمجرد ما بصمت بدور الشر بلشوا هالمخرجين يتصلوا فيي بادوار الشر، بس ما كانوا عارفين انه انا بقدم كوميك. والدليل على ذلك هلا بالصلاه في عندي فيلم، ما بعرف اذا رح نحكي عنه بعد شوي، فانه بعتقد انهم شايفيني بدور الشر، بس انا كممثل بادي كل الادوار. بس على فكره انا بحب ادوار الشر. ليه؟ لانه برجع بقول اكيد كنت عم بمزح قبل شوي، لانه بدي اقدم رساله تفرجي انه نهايه الشر عكس ما كنا عم نقول، عكس ما كنا عم نقول لك. اكيد اكيد يعني بنهايه الشر هو اللي بده يصير. مش مع الشر بس عم جسد هالشيء تفرجي للعالم ليعرفوا اذا بدك جيل الجديد وكل الناس اللي بيفتكروا انه الشر رح يربح. لو بعد مئات الاف السنين ما رح يربح الشر. يمكن هو الكاركتير تبع أجوب او انه نبره صوته، يمكن طريقه حتى موديل شعره بدقنه بشكله بتساعده، فبتساعد اكثر على انه يتقمص هذا الدور. والا هو بالاساس يعني يمكن اذا نحكي خارج التمثيل هو انسان روحه طيبه، بالعكس كوميدي، هو صديق وزميل، بس الشكل عاده هو كثير بيساعد على هيدي الامور. تاثرت يعني حلو هيك عم ينعطش هيدي لك من زميل لك. مهدي انه نحن اشتغلنا كثير مع بعض على فكره، اشتغلنا فيلم لبناني مشترك ايراني وكذا، ومهدي دائما شاهدته يعني دائما هيك ودائما بياخذ مواقف مع الزملاء. ومهدي اي الحسن. ادوار انت اكثر شيء بتحب؟ يعني بتفضل الشريره بتفضل منيحه؟ انا بالنسبه لي في يمكن عمل واحد بس اخذ فيه دور الشرير، بس للمستقبل ما قصدي، بس اللي دور بعتقد بفخامه الشك، والا كل ادواري من ملح التراب لعين الجوزي لحكم الهوى عندي كلهم تقريبا كانت دور الانسان يلي هو المسلم. يا مره الحنون الرومانسي او مره البطل المقاوم او مره انه يعني دائما الادوار الايجابيه، ولا مره كانت دور سلبي. صح، بس قصدي هل بتجذبك الادوار الشريره؟ يعني ما عم بحكي عن اللي مثلته. الادوار الشريره بتجذب اذا كانت يعني اذا كان حسيت مثل ما عم بقول هلا، اذا حسيت الدور في مثل كيف دلك في بيعطي اثر، بيترك لمسه، لانه مش سهل انه الواحد يقدر يتقمص. يعني مثلا هلا اجوب ثابت انعرف بالادوار الشريره، انا انعرفت بالادوار الثانيه، انه الواحد يقدر يقلب وياخذ دور
عكس اللي تعودوا عليه العالم يشوفوا فيه، فهي بحد ذاتها قوه. وانا لا، وقت اللي مثلت مره هذا الدور الشرير حسيت انه لا، العالم عن جد كرهتني كره شخصيتي، فانه اكتشفت انه لا، في عندي قدره انه انا اكون عم بلعب هذا الدور. سالني انا جد ايش بعيني قدام تعالي اقوب يعني. لا جد، هي فكره الدور الشرير شغله كثير تنطبع باذهان المشاهدين، بمعنى بحياتك العاديه يعني. انا اليوم مثلا بمنطقتي اول ما العالم يحضر المسلسل بخافوا منك لما بيشوفوه. في ناس بدهم يقربوا صوبي ليحكوا معي، بخافوا انه لهالدرجه. انه بتعرفي العالم عاده اكيد انه عم بحكيكي، بعض الناس اللي ما بيعرفوك اكيد اللي ما بيعرفوني بيصدقوا انه هاي شخصيته كمان بالحياه، ما بيعرفوا انه هاي شخصيه معاكسه. بتتمنى اوقات تنقلب الادوار انه ينعطاك دور بيشبه شخصيتك الحقيقيه؟ هلا بكل صراحه انا عملت عندي ادوار. يعني بتتمنى انه بتقول انه بتمنى اكيد انه يحفظوك بهالادوار المنيحه؟ لا انا بتمنى انه يبقى انه خليني بس بادوار الشر، صدقيني. يعني انت مقتنع وراضي وكانك هيك عم بتطالب او انه هذا الخط منه هين على فكره. هذا الخط اذا بتشوفي عالميا الابطال اللي كانوا بيقدموا ان كان بمصر او باوروبا او يعني كانوا هودي بحد ذاته المدرسه. اللي بقلك على كل حال لو انت منك شرير بس على الشاشه، يعني انت قلت قبل نكرهك بنصير بنقول اف شو ثقيل وليه عم بيعمل فيها هيك، بس عم بتأدي الدور نكره الاخر هيك، عرفتي؟ طيب قد ايه بعيده عن شخصيتك طالما هالقد انت حابب تقمص هالشخصيه بادوارك؟ قد ايه بعيده عن شخصيتك الحقيقيه وقد ايه قريبه كمان؟ يعني قد ايه الانسان بيقدر يكون هيك بحياته الطبيعيه واي متى بيتحول بيقدر يصير هيك؟ ابدا بادوار الشر انه هودي الكل اللي بديهم مش قريبه هالشخصيات بحياتي. عن جد إنسان مسالم ومثل ما قال مهدي، فكلياً غير. لنتبع شهادته لمهدي. كلياً إنه غير، يعني إنه بحياتي من هلا ممكن ببعض الأحيان بتحول لمسيح الهيكل، بس بيكون معي الحق. كن صاحب الحق. مهدي، بما إنه كنا عم نحكي عن دور أقاب، دورك نوعاً ما برك صغير ولكن فينا نقول مفتاح للمسلسل. قدي بالنسبة إلك مساحة الدور منا هالقد مهمة، هي أكتر قدي بتلعب بقلب المسلسل وكيف بتأديها؟ أكيد مثل ما هلا حضرتك تفضلتي وحكيتي بالبداية، وقت اللي انعرض علي هذا الدور بشكل عام بدي أقرأ أي دور، بدي أشوف كانوا بيناسبني ولا ما بيناسبني، وخاصة إذا كنت أنا عم باخد أدوار رئيسية أو أدوار بطولة أو أدوار كبيرة. ف دائما الواحد الممثل بياخذ حذره انه ما ياخذ دور اصغر من اللي اخذه من قبل مشان ما يصير فيه مثل حالي من التراجع، دائما بحاول انه يتقدم بادواره. بس وقت اللي انعرض علي هذا الدور ثابت انه كنت انا بعدني ما حصل لي الفرصه انه اشتغل مع ليليان البستاني المخرجه اللي انا كمان بوجه لها تحيه، ولا مع شركه افكار برودكشن، وانا كنت صراحه حابب انه يصير في تعاون بيناتنا. الدور حسيت انه مثل ما حضرتك هلا قلت، ايه في مفتاح، في حبكه معينه، بالرغم من انه عدد المشاهد قليله وتقدمت كضيف يعني كضيف شرف. طبعا هذا الحق المعنوي اللي ممكن ياخذه الممثل، بس بنفس الوقت لقيت انه لا، في محل معين عم بمثل مثل شو بدنا نقول القوى الامن الداخلي، عم بمثل كل شيء قوى امنيه موجوده بالبلد يلي هي لازم تكون مفتاح الامن والامان للمواطن. فبالتالي بس بيكون الواحد عم بيحضر، وخاصه المشاهد بس يتعمق ويفوت ويشوف انه لا في شر وبده يخلص من الشر، دائما بيلحق ولو كان عنده مشهد واحد بيلحق هذا الشخص يلي خلصه يلي ريحه يلي اف خي. خاصه بتعرف انتم بيكونوا قاعدين عم بيحضروا البطل اجى هذا يعني هيدي المشهد، هيدا المشهد انا بالفعل كثير بقدره وبحاول قد ما في ركز فيه حتى ولو كان مشهد واحد. بس بشكل عام كانت تجربه كثير منيحه، وانا هلا مبسوط انه عم ينعرض على ال بي سي حتى ينحضر اكثر كمان، وبتمنى انه يكون العالم حبه يعني. وكلنا عم نتابعه. ما كنت عارف انه انا شغل الدوله هالقد يعني. ما بدنا بقى يقبضوا عليك وخلص يعني، نحن ناطين اي متى بدها تصير هالخطوه. يعني اقوب قريبا ممكن لا، في فيلم سينما تاني كمان مثلناه مع بعض، وكنت مصر انه يكون اقوب هيدا الدور عم ياخده، وكمان كان دور الشرير اللي العالم كرهته لدرجه يمكن اذا بشوفه على الطريق بدهم يضربوه. في مشهد بقوسه فيه وبقتله فيه، بقتل شخصيته يعني مش اللي هو. انا بعدني بتذكر باول افتتاح للعرض الفيلم العالم صارت تزقف في السينما بس قتلته، قد ما بيكون الواحد
عنده يعني طبعا هذا شيء بعتقد انه مفيد للممثل انه يكون هالقد اثر ان كان سلبا ام ايجابا. هيدا اليوم ما بنساه ابدا. نحن بعرض عليك بالسينما كمان الافتتاحيه الفيلم افون بريمير قاعدين كل شوي تاني العالم عم بسمع انا نوع من المسبات كل ما اطلع انا اخر شيء لما قتلني وزقفوا ضو الضو بالسينما وكذا انا كنت قاعد هيك نزلت شوي شوي خلصوا مني ما بعرف اذا اطلع سالم من الصاله. اقب عم اشوفها كمان بالشرع والحشيشه هيك سريعا قبل ما نختم لانه الوقت دهمنا هيك تعليق. الشرع والحشيشه فيلم على اذا قصه بتدور على خمس شباب اللي هن صاروا معروفين يعني بطوله توني عيسى مجد جعجع عدنان ديراني ما بدنا ننسى حدا وتحيه للكل جميعا. القصه بتدور عن خمس شباب عندهم معاناه وبدهم ينتقلوا لمرحله انه بدهم يعيشوا حياتهم الكريمه فبيفوتوا ب خلينا نقول بتجارة المخدرات وبتبدأ الأحداث. وراضي عن دورك كتير متني يعني بحب الشر بس بحب كمان يكون على القليلة إنه قدمت لون يعني مختلف. نحن بنتشكر كتير وجودكم اليوم معنا نتمنى لكم كل التوفيق. هل حنكون عم نشوفكم بمسلسلات رمضانية؟ أنا حيكون في عندي مسلسل اسمه هوا أصفر في أنا من لبنان هو عمل لبناني سوري مشترك في أنا وفي يوسف الخال من لبنان في فادي إبراهيم في جوي خوري والمقابل في نجوم من سوريا مثل سلافة وخرجي وائل شرف وأسماء عديدة بشهر رمضان رح ينعرض كمان عمل ضخم جدا وكبير ودور اساسي دور بطولي عندي فيه وبتمنى العالم تتابعه وتحضره ونحن عرفنا انا رح تشوفوني بعد رمضان اخذ بريك على اساس عرفتي لا عن جد عندي شي بعد رمضان رفضت كم عمل لرمضان شي خمس اعمال وكان عندي عرض من مصر ومن تونس ومن كلهم رفضتهم الحمد لله لانه مش على مستوى عرفتي كيف اقبا مهدي نحن نتشكر وجودكم اليوم معنا بنتمنى لكم كل التوفيق بكل شيء عم تعملوه اكيد بنشجع كل الاشخاص يضلوا عم بتابعوكم لحتى يشوفوا مين رح يربح إذا الشر أو الخير لا ما هتطول نشر الطريق صح مشاهدينا